لانه باتيكات نحن دائما بنحب نضوي على كل شيء جديد وكل شيء حلو، كل شيء بيساعد لحتينا ننشر هيدي الثقافه. بيسرني كثير اني استقبل السيده فيرا يمين، وتحت الهواء اتفقنا انه نحن نرفع الكلفه فلح الا فيرا. صباح الخير. صباح الخير. كيف هالتحضيرات اللي كانت؟ وعرفت انه انت عملتي لونشينج، عملتي عيد ميلاد لاول سنويه تيكت تو اتيكيت، وتحب خليني اقول لك انه هذا الويب سايت كثير كثير حلو، انا شخصيا من سنه شجعتك عليه. مزبوط. وبليز خلي هالشغل الحلو يضل ماشي. طبعا نحن اليوم باتيكيت دائما مفروض انه يكون في عنا اشياء جديده، يكون في عنا افكار جديده، يكون كل هالاشخاص يلي عم بيتعاطوا مع هالمفهوم هيدا يكون جديد. ولهالسبب كتير بهمني انك انت اليوم تحكي شوي على المفهوم تبع الاتيكيت، تحكي كيف خطرت ببالك هيدي الفكره، قديش انت عندك يعني هيك حبيتي انه عم تلاقي مشاكل لحتينا العالم كلياتها تتواصل معك على هيدا الموضوع. بدون شك انه نحن لخلي لك الحديث، بس بدون شك انه نحن دائما كخبراء اتيكيت عم نجرب قد ما فينا نضوي ونتكاتف سوا، ولهالسبب بتمنى دائما انه يكون في تواصل بيناتنا. اكيد شرفني. أوراك. وبعدين بدي اقول لك شغلي، قديش نحن بهمنا انه يكون في وركشوب. عرفت انه انت عندك وركشوب باجندا بيروت هلا كمان رح يتسنى لك انك تحكي عنه، يلي هو اسمه الفاشن اتيكيت. صحيح. شفت الصور، ورح يكون عندنا كمان فيديو كثير صغير كثير حلو بيحكي على هيك اخذي انت من المجتمع، اخذي اشياء صغيره. اوكي، لهالسبب رح نحضر هلا الفيديو بالاول. أوكي. اهلا وسهلا فيكي عن جديد، هلا مش الحال. شو اخبارنا اليوم؟ شفتي الفيديو؟ صحيح. هي كانت فكره ل مثل برزنتيشن بالايفنت اللي تفضلتي وحكيتي عنه.
حبيت تكون شوي ديفرنت مودرن اكثر. عملت برزنتيشن كليب سوشيال بزنس و الاغلاط اللي اكثر الناس بتحسي بتعاني منها او بتتذمر منها، جربنا نعملهم هيك بطريقه مهضومه ما نزعج حدا فيها ولا انه ننتقد بكثير قوه. والحمد لله الناس حبت. انا جربت قبل فيديوز كلاسيك انا ما كثير لقيت حالي فيهم، هيدول انا مبسوطه منهم. قديش اليوم؟ اول شيء خبريني كمان على تيكت واتيكات وكيف بلشت الفكره. تيكت واتيكات هي بلشت فيسبوك بيج، كل يوم بينزل تيب عن الاتيكات، اتيكات شوت مزبوط. بعدين بلوج صرنا. هي الفكره طلعت انه لازم يكون في شيء فور فري، فري تيكت للناس اذا كل يوم حبت تاخذ معلومه صغيره رح تفيدها بيومياتها بطريقه مختصره، عشان في ناس ما بتحب كثير تقرا وتاخذ وقتها. وفي اشياء من مثل حضرتك كمان بتضلك تضوي عليها انه الاتيكيت مش شوكي وسكينه، وفيك تكوني كثير ناتشرال ومهضومه وعفويه وبالوقت نفسه تكوني بالاتيكيت. وقديش انت اليوم لقيتي تجاوب مع الاشخاص؟ طبعا انت عندي كمان جالا يلي هي ايفنت بلانينج، قديش عم بتلاقي انه في ناس عم بيخلوا هالاتيكيت يكون بارت ان كان بالويدنج او باي اورجانيزيشن؟ عم تلاقي في اقبال على هيدا الموضوع ولا شوي العالم بعدها بتفكر انه هي يمكن اكثر بتعرف كل شيء؟ هي للاسف طلعت معنا، بس انه كثير ناس يعني بتجرب اكثر فيها تقول انه نحن بنعرف كل شيء. صحيح، بس من وراء البلوج والبيج تفاجأت بالشباب صراحة، قديش في شباب عم تهتم وولاد كمان بيبعتوا انبوكس مسجز وبيسألوا أسئلة. حلو، حسي انه في محل نحن يمكن إذا حطتك بتوافقين الرأي وقفنا وطناشنا عن هيدا الموضوع، بس بترجعي بتحسي هالفترة رجعت الناس تهتم أكثر وعم عندها الحشرية، تعرف يمكن ما بتطبقها بس المهم في الحشرين واحد يتعلم يتعلم. صحيح، أنا بوافقك الرأي بهذا الموضوع، خصوصا أنه يمكن ما وقفنا حتى رجعنا لورا أكثر إذا بدنا نكون دقيقين. إذا نكون بالإتيكات منقول وقفنا. خبريني شوي على الإيفنت اللي عملتيه تيكت تو إتيكات، وكتير حبيت أنه كنت عم تمرقي على الطاولات وعم بتقولي هابي بيرثدي، فخبريني شو قصة هالهابي بيرثدي. هي الفكرة كانت أول للناس تتعرف على تيكت تو إتيكات، وهي كمان للناس اللي ساعدوني بتيكت تو إتيكات إني قل لهم ميرسي. فلما أنا مرقت وقل لهم هابي بيرثدي، لأنه بالنسبة لهم بعرف أنا إنه تيكت تو إتيكات مثل بالنسبة لي البيبي تبعولنا، فحبيت عيدهم أنا عيدهم بتيكت تو إتيكات. وهي هيك طلعت، ما فكرت فيها بس حسيت إنه بدي أعملها. وكان طبعا السيتنج كلياته كتير هيك مثل انجلش افترنون تايم، وكتير كان السيتنج حلو. كيف كمان خطرت ببالك انك انت هل درستي هيدا الموضوع؟ من وين اجت الافكار؟ انا بعرف انه كتير ناس كمان بتسالني وكمان بتقلي انه لانه للاسف بلبنان ما عندنا كتير اكاديميات وما عندنا كتير اشخاص عم بيعلموا هيدا الموضوع، هل انت بتعلمي؟ وخبريني شوي كمان على التريننج اللي عندك يلي هو اسمه فاشن اتيكيت مع اجندا بيروت. مع اجندا بيروت، صحيح. هي الفكره طلعت انه ناس كثير هلا بتحب الموضه وكلنا بنحب الموضه، و بتحسي في محل الدنيا عم توقف على الموضه والنسوان والشباب مهتمين بشكل كثير قوي بالموضه. هالموضه حلوه بس بدك تعرفي وين تلبسيها وكيف تلبسيها، اخطائها، وتعرفي انه ايام نزل بخطا صغير بخربط كل اللوك وال شو بيقولوا الجلسه مثلا اذا
ما كنا قاعدين مزبوط لابسين سكورت ولا دريس، فيك تعمليه كتير حلو وفيك تعمليه كتير بشع بحسب انت كيف تتعاملي معه. بين الفولغاريتي والاشياء التانية في فرق كتير، يعني بين واحد خيط. يكون لابس اشياء متزل او حتى ما بتلبق له. هل انت مع الموضة، مع انه اشخاص يتبعوا الموضة، ولا مع الاشخاص يتبعوا اكثر يعني مثل ما بيقولوا the old school يلي انا بنتمي لها، الاشخاص اكثر تتبع الاشياء اللي بتلبق لها مع تاتش صغيرة للموضة؟ موضة. أنا كثير بحب الموضة بشكل، أنا أكثر مني حدا كلاسيك حتى بكل حياتي، بس في أيام بتضطري تكوني كلاسيك، مثل إذا عندك بزنس انترفيو أو ميتينج لازم تكوني كلاسيك، بس فيكي تعملي يمكن شغلة صغيرة بالشوز أو الباج أو بتغيري الأوتفت بيصير كلاسيك. صحيح. مزبوط. صحيح. أنا بقول لما بيسالوني شو الستايل تبعولي بقول لهم عندي ديفرنت ستايل، يعني كل مره بتشوفيني بستايل معين حسب الايفنت، حسب الموقع اللي انا رايحه عليه. يعني حلو يكون في هيك مثل جيم انت والفاشن وال يو هاف تو، يعني واحد يحط لمسه شخصيه لكل شيء بيلبسه، لانه الاتيكيت او بالاحرى الفاشن مش كل شيء الواحد دارج. فينا ناخذ شغله من الفاشن ان كان اللون او كان اكسسوري صغير. صحيح. او كان شغله يعني بسيطه وانت تحطيها على الكلاسيك لوك تبعك وبيبين كثير جيد. بدي اعرف اليوم الاتيكيت، اذا بتعرفيني هيك اذا بتعطيني تعريف صغير بالنسبة لفيرا يمين شو يعني الاتيكيت؟ بالنسبة لألي احترام نفسي أولا. صحيح. بيرجع احترام الآخر. احترام الوقت والتعامل الكلمة الحلوة. صحيح. شعور بالآخرين. مزبوط. الصدق. الواحد كتير هدول الأمور اللي نحنا اليوم عم نفقدها، يعني للأسف عم نفقدها. بس أنا برأيي مثل ما كمان قلتي إنه اليوم المجتمع عم بيتلهف، ان كان مثل ما شفت انا اسم الله عندك 6000 فولوور او 6000 لايك على البيج، صاروا اكثر شوي 14000 اسم الله. سو 14000 انا شفتي بعدني على اول السنه. ثانك يو انك اول شيء انك شفتي البيج تبعولي والمسج اللي بعثتي لي اياها، صراحه لما كنت عم بقريها لا بالعكس، نحن انا يعني اذا بتعرفي وان شاء الله بكره كمان، يعني دائما بده يكون في عنا تواصل واشياء جديده. ما حدا بيقدر يوصل لأي محل تغيير فيه تغيير إلا ما يكون في أشخاص كتير كبيرة عم بيشتغلوا عليها. التيم وورك is something كتير مهم، وأنا كتير بحب دوي على الأشياء اللي بتنمي positively بهيدا الطريق، لأنه في للأسف كمان أشخاص عم بيكونوا negative بهيدا الموضوع. مزبوط. يعني وقت الأشخاص عم بتصر إنه الاتيكيت هو بس شوكة وسكينة، هيدا بيكونوا عم بيضربوا بعرض الحائط كل الأشخاص اللي عم يجربوا يقولوا نحنا ما فينا نمشي مجتمع يكون مجتمع أفضل إلا ما نرجع للأسس تبعيتنا يلي هي حسن التصرف وأداب السلوك. خبريني شو جديد فيرا يمين، شو عندك إشياء جديدة كمان تعمليها؟ هلأ قصة الفيديو اللي نحنا شفناه سوا كمان كتير بيسهل، يعني الواحد يدوي على الأخطاء اللي دايما اللي نحن نعملها، فعندك يعني هيك ميول لأنك تعملي أكثر من فيديو؟ مزبوط. هو أنا عملت ثلاثة، هلأ شفنا البارت 1، كان في البارت 2 والبارت 3، لأنه الناس كتير حبيت. بالأول كنت شوي هيك متحافظة أنه ما لأنه أنا عم بلعب الدور، لقيتهم كتير حبوا الفيديو وحبوا الفكرة. وفي البارت 2 بستعمل العلكة بطريقة شوي أوفر، ففي بعض الناس قالوا انا من الـ من الـ من المدرسه اللي بتقول ممنوع العلكه بالمره. انا كمان بوافق الراي. فقالوا هلا لما بدنا نعلق رح نتذكر منظرك ونبطل. صحيح. لانه انا عملتها شوي اوفر. صحيح. قديش اليوم فيرا يمين حابه انك انت عم خبرتيني هلا شوي تحت الهوا انه موضوع البلانينج والايفنت بلانينج، يعني شوي عم تلاقي مشاكل على صعيد التعاطي مع الاشخاص، شو اكثر مشاكل بتلاقيها يلي انت هيك بترجعيها لانه الناس ما عندها اتيكيت فعلا لحتى يتصرفوا مع بعض؟ الحجز، لما بيجيك انفيتيشن كارد وبيكون طالبين انه تحددي كم شخص واذا جاي ولا لا. RSVP
ما كأنه وناهيك على الأشخاص اللي بتأكد الحجز كمان وما بتجي فعلا مزبوط. هيدي مشكلة كتير ضروري بتطاري أنت بدك تلحقيهم وتتصلي فيهم وتشوفي حضرتكم جايين كم شخص إذا ردوا وفي البعض بيرد بيقلك بعد ماني أكيد ما كمان العريس والعروس والأهل العروس وأهل العريس متكلفين وعازمينكم شخص وشخص وشخص بتفرق معهم يعني الناس هذا الموضوع بعد غريب بعد ما قدرنا نفهمه ولا نعرف والوقت بيضيع نص نهارك كرمال ميتينج واحد حتى تنطري صحيح وكمان ما فينا نحط دايما الحق علينا وعلى الناس في كمان عجقة السير والمشاكل بالبلد كمان بيساعدوا انه الواحد ينسى الاتيكيت لا ضغط النفس نحن مش مفروض يعني نعطيهم اعذار ما هيك دائما المفروض يكون في عنا عذر لحتينا يعني المقوله المشهوره is it okay to be late if I have a good reason هل يحق لي انه اكون متاخر اذا كان عندي عذر جيد فدائما جوابنا كخبراء اتيكيت وبتصور لحتوافقين الراي انه لا it's not okay بس اذا كان تاخرت يستحسن انه يكون عندك عذر لا مزبوط خبريني لانه بالويب سايت بالتيكت تو اتيكيت عندك شغلة كمان حبيتها كتير هي اللغة الإنجليزية والعربية يعني ساهم دايما بتحط التب باللغة الإنجليزية وترجع بترجميها باللغة العربية أكيد وهيدي شغلة كتير حبيتها لأنه كمان وقتها سألتيني ليش الكتاب باللغة العربية وحتى الكتاب الثاني كان عنا هيدا الحديث خبريني ليش اخترت هاللغتين يكونوا موجودين أنا لبنانية أكيد. أنا بحكي عربي أنا عربية أوكي هلأ الجيل الجديد يمكن بطل يحكي عربي للأسف وهيدا مشكلة لازم تتعالج صراحة صحيح بكتب بالعربي لأنه لغتي وفي ناس كمان ما بتفهم إنجليش وفي ناس بتفهم فرنش يعني في عنا بتعرفي بلبنان نحن عنا ثلاث لغات صحيح العربي لازم هو من المفروض أنه نحن نفهم العربي فأخذت عربي عشان الكل يفهم والإنجليش لأنه الجيل الجديد لأنه أنا بحب أتواصل معهم فحبيت أنه إذا حبوا ما يقروا عربي فموجود إنجليش مثل بجبرهم هيك بطريقة حلوة أنه يقروا بالإتيكيت بالإتيكيت طيب إذا كان هلأ حابة أنت تتوجهي لكل الأشخاص لكل اللبنانية ولكل العالم العربي طبعا لأنه في كتير أشخاص من العالم العربي وحتى بأفريقيا وحتى يعني كل العالم نحن عنا عم بيتفرجوا على MTV Alive وMTV Alive لكل الناس ومن كل الناس شو بتحب تقولي لهم كيف هيك بدك إذا بعطيكي هالدقيقتين اللي متبقيين شو بتقولي لهم لحتينا تشجعيهم أكثر على أنه يسمعوا إتيكات يكونوا بقلب الإتيكات يتصرفوا بالإتيكات قديش الإتيكات كمان بيريح الإنسان قديش بيسهل تعاطيه مع الآخرين وقديش ممكن أنه ننقل مجتمعنا من مجتمع يعني شوي عم بيكون إجراسيف عم بيكون عنيف على عدة أصعدة إلى مجتمع أرقى أنا دايما بقول لهم الإتيكات هو بولش مثل حبة الألماس بتشيليها كتير حلوة بس ما فيك تبيعيها لازم تعملي لها شوي بولش لتجيب سعر أعلى وأرتب فالإتيكيت هو نفس الشيء بولش كل واحد بحاجة لإله لأول شيء بتبطلي تنحرجي بأي موقف ثقتك بحالك بتقوى الناس تضمن إن الناس إنه لح تكون مقدمة معك لأن لما أنت بتكوني مقدمة مع الآخرين الآخرين رح يكونوا مقدمين معك فالإتيكيت بحاجة لقلو نحن أصلاً بلبنان عنا الإتيكيت يعني كلنا بنعرف قسم من الإتيكيت بدون ما نعرف أنه هيدا هو الإتيكيت تعلمنا من ستنا جدنا أهلنا حلو نرجع نعيده ونضوي عليه ونعيشه أنا في إشياء بحبها فيني يكون كتير مودرن وأنا بضل بركز على الشغلة بس يكون عندي بعض التقاليد الحلوة القيم الحلوة الأصول بالعكس بيعطي هيك مثل طعمي لشخصيتك يعني ما
هيك بتحسي حالك غير اذا عندك اياهم. بتتميزي طبعا، أكيد. الشخصية بتتميز والشخصية بتبين اكثر، بتبين عن حسن سلوك مزبوط. واداب هيك تصرف جميل. انا بتشكر كثير على هاللقاء الجميل، وبعتذر على اول المقابله كان في عنا هيك شويه مشاكل كمان حليناها بالاتيكيت، واهلا وسهلا فيكي. اتيكيت دائما مفتوح لك لكل جديد لفيرا يمين. نحن رح نتوقف هلا مع الاعلان، نرجع لكم. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي جربنا نمرق لكم اياها. انا بدي اتمنى لكم بقيه نهار سبت ممتع، وانا بشوفكم نهار الخميس. باي باي.